موقع أنا السلفي. وكما في الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إلى آخر الآيات. وإن شئت انظر في هذا المعنى جيدا، لعلهم ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يأخذون الأجر نتيجة البذل والسعي والجد من أجل الحصول على هذه الأمور في الدنيا فتعجل لهم الطيبات، لكن يبقى أن تعلم أنهم سيأخذون أخذ عزيز المقتدر وسيقابلون الله عز وجل وليس لهم عنده شيء، لأنهم كفروا به وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا عليك، فلا تختر، ولا بد أن تنظر إلى القرآن يحدثك عن عاقبة هؤلاء وعن مصير هؤلاء لتعتبر وتتعظ. انظر مثلا إلى الفراعنة إلى أين وصلوا، انظر مثلا إلى عاد إلى ثمود إلى تلك الأمم الخالية كيف كانت في زمنها، متقدمة متحضرة متكبرة متجبرة، ثم كيف أخذت وجعلت عبرة لمن يعتبر على مدار التاريخ.